خصوصا في الشوط الثاني. الأهلي استحوذ على تقريبا 54 أو 55% من حصيلة المباراة. أعتقد أن هذه دلالة واضحة على أن الأهلي كانت له الأفضلية. أرجع وأقول أنه لا زالت الفرصة سانحة بالنسبة للنجوم الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إن شاء الله في المباراة القادمة. ترى ثلاث تغييرات اضطرارية للأهلي اليوم. اليوم ثلاث تغييرات. لكن الشيء اللي يمكن خليني أعرج على جانب الانتقاد اللي تتحمل الإدارة السابقة ما حدث اليوم، كانت مباراة عمر السومة بأمان. الإدارة السابقة والمدرب ريبروف يعني حرم الأهلي من مشاركة عمر السومة. الإدارة الحالية أيضا ارتكبت خطأ كبير في عدم حل مشكلة فيتفا اليوناني فيتفا. يعني احنا نعرف انه هذا اللاعب يشكل ضغط كبير على دفاعات اي خصم يقابله من خلال اسلوبه المهاري الفريد والرائع. يعني كان يفترض من إدارة النادي الأهلي ان تحل مشكلة فيتفا حتى ولو كانت بشكل يعني مؤقت لخوض هذه المباراتين، بعدين يفكرون في مدى. طيب ايش دراك يمكن حاولوا المفروض يعني اذا كانت يعني او شوف ابو نواف، مش مطلوب من ادارات الانديه ان تقول للاعلام والجمهور كل شيء، لا بس برضه المفروض ترى حاولنا واتصلنا عليه محمد يدوش مش بالضروره يعني. ها؟ من هو؟ ما ابغى تشوش على الفريق في الموضوع. يمكن ايش لاعب غير مؤثر؟ لا اوكي انا اقول هي اراء، شوف الاراء الفنيه تجمع على انه اللاعب فيتفا لاعب مؤثر. شوف صحيح انه يحكم عليه في اللمسه الاخيره، لكن لاعب مؤثر بشكل كبير لانه عنده اسلوب فردي رائع خصوصا في الدفاعات، ويتيح الفرص للمهاجمين، وحدث ذلك في كثير من المباريات. لكن بالمجمل العام اعتقد انه خروج الاهلي بهذه النتيجه شيء ايجابي للمباراه القادمه ان شاء الله انه يكملها. ولكن ارجع واقول انه على اداره النادي الاهلي، على الاتحاد السعودي ان يبادر في تفعيل هذه القضيه واستغلالها بالضغط على الاتحاد الاسيوي. طيب. ليس ظلما، لا احنا الان وقع علينا ضرر مكتسب، وهذا الضرر امتداد لضرر اكبر حدث في كثير من المواقف. اذا كان الاتحاد الاسيوي لم يتدخل فمعناته ما يدير اللعبه على اكمل وجه. انا بس في نص دقيقه